توقف جاء ضروريا للصالونات والمشاغل النسائية نتيجة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا. الخسائر التي ضربت الصالونات نتيجة الإيقاف لها أثرها الواضح على أصحابها. ساند ما شملني رغم أني أنا مؤسسة صغيرة، يعني أقل من 9 عاملات. لما جيت أقدم على الأبليكيشن معقد جدا، في ناس شملهم وفي ناس كثير أعرفهم ما شملهم نفس حالتي. الشيء ذا أضعفني جدا، ماني قادرة أكمل، يعني ماني قادرة أكمل لسه الجائحة. إحنا صح فتحنا لكن هي لسه مستمرة 2 شهر زيادة، يعني إحنا نتكلم عن 6 شهور فعليا. 6 شهور ذي قضت علي تماما، أنا أفكر فعليا أني أطلع من السوق. إحنا من الحين بندخل في قضايا مع ملاك العقار لأنهم ما يبغون يخفضون ولا يبغون أنهم يأجلون أو يعني يخلصون الـ4 شهور هذه تكون مجانية أبدا. فإحنا مهددين بدخول في قضايا لأن ما عندنا مجال أن إحنا نأخذ قروض كصاحبات مؤسسات، لأن البنوك يعني اشتراطاتها لا تشملنا، ولا عندنا يعني مورد دخل آخر غير الصالون. الصالون توقف مدة 4 شهور. تقول مالكة صالون نسائي إنه ليس للصوالين النسائية جهة حكومية مباشرة أو آلية أو قائمة بالمسموح والمحظور، ولكن حين إصدار المخالفات عليهم تعرف أنها تسمى مخالفة. أنا ما عندنا آلية نرجع لها إيش المخالف، أو مثلا يسوون لنا ورشة عمل تجمع مجموعة تعلمنا إيش الشيء الممنوع وإيش الشيء المسموح. الآن الخياطة فصلوها، رجعوا قالوا ضموها، النوادي كلهم عندهم رعاية الشباب، أي أحد يستخرج سجل تجاري له مكان يرجع له، إلا إحنا فئة الصالونات ما لنا ولا مكان، والرخص وغيره وغيره. طيب إلى متى؟ إلى متى أنا قاعدة أدفع 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 أدفع؟ مالي أي شيء أي شيء، الآن أنا ما لنا أي شيء. الحين وإحنا في هذه الجائحة الأغراض اللي نبغى نشتريها لقيناها غالية. الكرتون الكمامات أقسم بجلال الله أنا شريته ب5 ريال قبل الجائحة، الآن ب80. أنا أقارن بالفئات الكبيرة اللي هي حقت البترول، أنا أدفع زيهم في نفس ما هم يدفعون، أنا أدفع زيهم. ليش؟ صعبة. أشد المهن حساسية أساسها التقارب الجسدي، ومع الالتزام بالإجراءات الاحترازية تقل نسبة انتقال العدوى. فهل الجهات الحكومية المعنية تقدم الدعم والتسهيلات لعودة الحركة التجارية في هذا المجال؟ فهم من أوائل المتضررين ومن أواخر المتعافين من هذه الجائحة. حمد العتيبي، الإخبارية، الرياض.